ما هو اللباس التقليدي الفيتنامي القديم الذي كان عليه الرجال في القديم؟ ايه كان القديم المحجب يعني. هذا بالنسبة للنساء، المرأة قديمة ها، والرجال ما شاء الله لباس يعني جميل، يصلح للصلاة. والآن تقليد الرجال فوق الآن تقليد للكفار، الله المستعان. لا أقول أنت، أقول يعني الناس الآن. الناس لست منهم. أعرف أنت لست منهم، لكن أنت في تنامي. لا أتبع السنة. الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعك بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. نحن نتكلم عن الواقع يا شيخ، أما النساء كذلك الله المستعان، لكن اللباس القديم كان ممتاز بالنسبة للرجال والنساء. نعم تمام.